أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خزراي بأن مصالح أوروبا تستدعي منها اتخاذ خطوات عملية تجاه الاتفاق النووي، محذرا من فشل الاتفاق الذي سيؤثر بدوره على أمن أوروبا. تصريحات إيرانية يشوبها التهديد والقلق حيال قمة لاحقة في بولندا، إضافة لتطورات الموقف الأوروبي حيال إيران بعد فرضه أول عقوبات على طهران منذ توقيع الصفقة النووية عام 2015، خاصة في ظل تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم الانسحاب منها. رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية لإيران كمال خزراي اعتبر أن القمة التي ستعقد لاحقا في بولندا ليس هدفها فقط الضغط على إيران، بل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إضعاف أوروبا من خلالها. وأوضح خزراي بأن المبادرة الأمريكية لتنظيم مؤتمر مناهض لطهران تأتي في سياق تصعيد الخلافات بين الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بلاده أبدت صدقها في تنفيذ الاتفاق النووي، وأن رؤية الرأي العام الإيراني تجاه أداء أوروبا بشأن الاتفاق أصبحت أكثر سلبية. المسؤول الإيراني بيّن بأن مصالح أوروبا تستدعي منها اتخاذ خطوات عملية تجاه الاتفاق، مؤكداً أن خضوع أوروبا للضغوط الأمريكية في هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد هذه الضغوط عليها مستقبلاً، محذراً من فشل الاتفاق النووي الذي بدوره سيؤثر على أمن أوروبا أيضاً. كما بيّن المسؤول بأن التأخير المتكرر من جانب الاتحاد الأوروبي لتفعيل الآلية المالية الخاصة ليس مقبولاً، ولا يمكن أن تكون الحكومات الأوروبية غير قادرة على دعم وتوجيه الشركات الأوروبية للتعاون مع إيران. وفي هذا الصدد صرح علي خوارم مندوب إيران السابق لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بأن قمة وارسو ليست مزحة، محذرا من صيف ساخن عقب حشد أمريكا لمختلف دول العالم لمواجهة النظام الإيراني. يأتي ذلك بعد تقرير صدر عن دبلوماسيين أوروبيين يوضح بأن دولا أصغر حجما في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر صرامة بشأن طهران نظرا لنفاذ صبرها تجاه تحمل تجارب الصواريخ البالستية في إيران ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوروبية. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفاي، معي من بيروت دكتور هادي عيسى دلول خبير في الشؤون الدولية، ومن القاهرة دكتور هشام البقلي مدير وحدة الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور هادي مساء الخير. مساء النور. دكتور هادي، صبر أوروبا على إيران ينفذ ونهجها يقترب بقوة من الموقف الأمريكي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد. يعني الجملة حضرتك شوي موهة، لأنه ليس كل دول أوروبا تقوم بهذا الموضوع. الدول التي تهدد من الدولة العبرية وأمريكا في حالة مأزق والأمور تضيق أمامها وشعوبها على باب الانفجار، سواء بفرنسا ما شاهدناه، ألمانيا يعني على الأبواب، بريطانيا على الأبواب أيضا، فالوضع غير مستقر بكامل دول أوروبا اقتصاديا. وهنا تأتي العصا الذهبية، حينما خرج ترامب من الاتفاق النووي في العام الماضي وقام بإبرام كل تلك الإجراءات الهوجاء، دكتور روحاني أيضا قام في جولة مكوكية على الدول الأوروبية وقدم ضمانات تقنية بما يتعلق بما اتفقنا عليه ب 2015 منذ 2010 ل 2015، وبنفس الوقت حزمة اقتصادية على كل من سيبقى في هذا الاتفاق وسيحترم الأمم المتحدة، سيحترم التوقيع الأممي في 2015 ويبقى فيه بحد عجم وجود أي صيغة تدفع تلك الدول للتوقيع خلف ترامب. وهنا كانت الحيز التي كان القرار بيد الدولة الأوروبية تلك، إما أن تنحاز يمينا أو يسارا، وهذه التوترات اللي حصلت والتي لمسناها في توتال مثلا في فرنسا، الخلافات بين الحكومة الفرنسية وشركاتها والضغط عليها من سواء من خلال الحكومة أو من خلال الإسرائيلي مباشرة في مناطق استخدامه في الخارج، لأن توتال ليست في فرنسا فقط، في كل العالم، فأصبح الضغط عليها من كل الجهات، فمن انهار وانسحب بقيد هنا أصبح إما أن يكون خاسر أو يتحمل مسؤولية القيد الذي كسره، إلى جانب أن هناك استثمارات لازالت روسية، استثمارات صينية كورية على الطريق، ألمانيا سيمن ستدخل قريبا. يعني الموضوع لا أراه كما ترونه في عملية الانحدار. نعم هناك عقوبات، نعم هناك أزمة، نحن نعترف أن هناك أزمة، هناك أخطاء، هناك مشاكل، ولكن مع المشاكل والأخطاء
يعني الجميع شاهد منذ أيام الصاروخ الذي خرج ليحمل قمر بيام. أي نعم، هو لم يسلخ في مساره الصحيح، ولكن الحمد لله قطع أول شوط وثاني شوط، ومن الأخطر لاختراق الصاروخ للغلاف الجوي، والآن يجهز لديست. دوست أيضا هو مجهز، وعملية معالجة كل الأخطاء هذا، وهناك عقوبات. فماذا لم يكن هناك عقوبات، كيف سيكون الإنتاج؟ فالنظرة الأوروبية للجمهورية الإسلامية اليوم عليها أن تكون نظرة تقنية. لا نريد أن أحد يساعدنا، لا يريد أن أحد أن يشفق على الشعب الإيراني، نريد أن يشفق على نفسه بما سيخسر من استثمارات، لا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا أي جهة ستعوضه إن طيب خسرها، وسيكون هناك أكثر من دولة تأخذ هذا الاستثمار عنه. دكتور هادي، خليني اشوف من وجهة نظر الدكتور هشام البقلي، ضيف من القاهرة. مساء الخير اولا دكتور هشام. مساء النور استاذ وعد وضيفك الكريم، اهلا بك. دكتور هشام، هل تتفق بالرؤى مع ما طرحه الدكتور هادي عيسى دلول، ام هناك اختلاف في هذه النقطة دكتور هشام؟ أولا يعني تحية لك وتحية لضيفك الكريم. بالطبع لمت. يعني نحن نعرف جيدا أن الأوضاع في إيران ليست أزمة، ولكن هي تخطت هذه المرحلة، تخطت مرحلة الأزمة بشكل كبير. الأوضاع داخل إيران هي أوضاع صعبة، ويجب على النظام الإيراني أن يعترف بهذا الأمر. النظام الإيراني تعود خلال الفترات الماضية أن يخرج بتصريحات أو يخرج بأحاديث تقول أن الأوضاع الاقتصادية هي أوضاع سليمة، وأن الأمور تسير في نصابها الصحيح، ثم بعد ذلك نكتشف أن الأمور لم تكن في نصابها الصحيح، وأن نسب البطالة ترتفع داخل إيران، وأن الاحتجاجات الشعبية ما زالت موجودة، وأن النظام الإيراني بالفعل يتأثر بقوة بالعقوبات المفروضة من الجانب الأمريكي، وعليه ألا يخسر أيضا الجانب الأوروبي في هذا الشأن. الفترة الأخيرة اتخذت إيران نهجا جديدا في التعامل مع الملف النووي بشكل عام، ومع العقوبات بشكل خاص، وبدأت أن تصعد من لهجتها وتستمر في عملية التجارب الصاروخية وتهديدات أخرى برفع نسب التخصيب اليورانيوم، وتلويح من قبل وزير الخارجية جواد ظريف بأننا قادرون، أو ورقة إلغاء الاتفاق النووي أصبحت هي الأخرى على طاولة التفاوض، ومن الممكن أن نخرج من الاتفاق النووي من قبل إيران. وهذا التهديد هو مقصود به الجانب الأوروبي، إذا تخليتم عنا أو إذا بدأتم في يعني السير على النهج الأمريكي فنحن سننسحب من الاتفاق النووي، ولن نترك الأمر يصل إلى أن الاتحاد الأوروبي أو الدول طيب الأوروبية دكتور هشام. تنسحب هي منكم. نعم، يعني كلام قيم للغاية، ولكن الدكتور هادي عيسى دلول استشهد بموضوع إطلاق إيران لقمر صناعي، صاروخ يحمل قمر صناعي، ويقول بأن الوضع على عكس ما حضرتك أشرت وحللت من وجهة نظرك دكتور هشام البقلي. برأيك يعني إلى أي مدى كلام الدكتور هادي في شيء، دعنا نقول من موضوع قوة اقتصادية لإيران، موضوع تحدي لهذه العقوبات، مع العلم بأن إيران يعني تعودت على العقوبات الاقتصادية المفروض عليها منذ 40 سنة تقريبا. بالطبع إيران تعودت على العقوبات، وإيران تعودت على هذا الأمر، ولكن عندما نتحدث عن تجارب صاروخية إيرانية أو يعني ارتفاع في منظومة التسليح الإيرانية أو ما إلى ذلك، هنا يجب علينا أن نفرق أولا ما بين الحرس الثوري الإيراني وبين الدولة الإيرانية. هناك تفرقة موجودة داخل إيران نفسها. نحن نعرف جيدا أن من يدير الدولة ومن يتحكم في الموارد الاقتصادية ومن له الكلمة العليا هو الحرس الثوري الإيراني وليست الحكومة الإيرانية. هنا الموارد الاقتصادية كلها في يد الحرس الثوري. مسألة التجارب الصاروخية، مسألة التسليح، ما كل هذه المسائل التي يقوم بها الحرس الثوري هي تخص الحرس الثوري الذي أنا أعتبره في الفترة الحالية هو أصبح دولة داخل الدولة الإيرانية. إذا كانت إيران لديها الاقتصاد القوي ولديها القدرة على صناعة الصواريخ والرد على الدول الأوروبية، عليها أن تنظر إلى الداخل. إذا كان لديها اقتصاد قوي، عليها أن توقف الإضرابات الموجودة داخل الشارع الإيراني. إذا كان الاقتصاد الإيراني قادر على الاستمرار في المواجهة، نعم نحن نعرف أنهم تعودوا على سياسة العقوبات، ولكن إذا كانت لديهم الرؤية الاقتصادية الصحيحة، فالرؤية الاقتصادية الصحيحة يجب أن توجه أولا إلى الداخل ومن ثم إلى الخارج. أنا هنا لا أكون ضد إيران قلبا وقالبا، ولكن أنا أنظر إلى الأخطاء الموجودة. أنا أتحدث هنا الشارع الإيراني، هل الشارع الإيراني الآن
في هذه اللحظة راضي عن الأداء الذي طيب خلينا نسأل هذا السؤال. تقوم به الحكومة؟ طيب خلينا نسأل هذا السؤال دكتور هادي عيسى، يعني استكان أو استعار الدكتور هشام بموضوع مصطلح دولة داخل دولة من خلال إشارته إلى ما يقوم به الحرس الجمهوري الإيراني، هنا الحرس الثوري الإيراني عفوا، يعني هل هذا الكلام دقيق لدرجة أن الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني منهارة وهناك احتجاجات شعبية غاضبة حول ما يتعلق بموضوع الاقتصاد بالتحديد وسياسة إيران في المنطقة من خلال الدعم كما يحلو الكثير تسميتها أدوات إيران في المنطقة إن كانت في اليمن أو في سوريا أو في العراق دكتور هادي؟ يعني دكتور هشام تطرق لعدة نقاط، اسمح لي بس لأنه دخل في عدة فضل. نقاط، خليني بس واحدة واحدة أشرحها. اتفضل. أول شيء موضوع الحرس الثوري والحكومة الإيرانية والشعب، دكتور هشام إن استطعت أنت أن تفرق بين يدك اليمين ويدك اليسار ورأسك يمكن أن تفرق بينهم. تأكد أنه كل جزء له دور وله مسؤولية، وهو مسؤول عن قراراته ومسؤول عنها ومسؤول عن حيز في الحكم. هناك حكم إداري، هناك حكم عسكري، هناك حكم تقني، هناك حكم شعبي. هذه هي الجمهورية الإسلامية. التكوين الجمهورية الإسلامية لتعلم شيء، في الجمهورية الإسلامية لا نتعامل كحكومة وقيادات، نتعامل كأسرة لها رب أسرة، لها قائمين. وموضوع الخلافات الداخلية، نعم هناك خلافات، أنا لا أنكرها، لا يعني لا يمكن أن تأتي بكم من هذا الشعب في مكان مثل هذه المساحة الجغرافية ويكون الجميع على يد واحدة وعلى عقل واحد. ونرى هناك اجتهادات وهناك اعتراضات، هناك مجاهدي خلق، مير محسن موسوي ومريم رجوي، هناك مشاكل. ولكن من يحكم إيران؟ لا الحرس الثوري ولا الحكومة ولا القيادة. من يحكم إيران الجمهورية الإسلامية إرادة شعب. إرادة الشعب هي التي قررت أن تبني 5 منشآت نووية سلمية. إرادة الشعب هي التي قررت بأن تهاضي جميع العقوبات الأمريكية. إرادة الشعب هي التي أخرجت الصاروخ بالقمر الصناعي. إرادة الشعب التي لن تكسر الرأس الإيراني تحت أي ظرف من الظروف، وحتى وإن كان في لديها نفس واحد. المشاكل التي تتكلم حضرتك عنها طرحت، وهناك ناس في الجمهورية الإسلامية ماذا تقول؟ لماذا ندفع كل هذه الأموال المدخرات البتروكيميائية على أنظمة وعلى طاقة نووية لن نستخدمها وستأتي بعداء العالم كله، بالوقت الذي ممكن أن نقوم في بناء الجمهورية الإسلامية وتكون ازدهارها أقوى من الخليج كله هو أمريكا. الشعب الإيراني ماذا يرد؟ يقول لا، نحن لن نستدين من أحد، لن نؤجر أمورنا لأحد، سنبني منشآت نووية سلمية تجعلنا في المقام الأول في عملية استكشاف الفضاء وعملية التقنيات الطبية، ويتم عملية تسويق المنتج النووي على أعلى مستوى، ونتحدى العالم كله تقنيا وليس عسكريا. نأتي للنقطة الثانية، موضوع السلاح الفلسطيني، وهذا الموضوع نقش عدة مرات. عزيزي الكريم، السلاح الفلسطيني هناك صفة لوجوده في الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية تعرضت لحرب 8 سنوات طاحنة. إن كنت تعلم ماذا كان يفعل صدام حسين وما هي الأنواع الأسلحة القذرة التي كان يستعملها على أطفال الإيرانيين، ستعلم لماذا اليوم هناك سلاح فلسطيني. نحن نمتلك سلاح فلسطيني، لن نعتدي بها على أحد، ولكن بوجود هذا السلاح لن يجرؤ أحد بأن يطلق طلقة واحدة على الجمهورية الإسلامية. في 2015 حينما ذهبنا للنقاش في لوزان، ومن ثم أخذنا 90 يوم وذهبنا لجنيف ورفع براك أوباما جميع العقوبات، لم يناقش الملف الفلسطيني نهائيا، لا من الألف ولا من الياء. وهذا الكلام موجود في الأمم المتحدة، يمكنكم الاطلاع على المذكرة وتجدوا بأن الملف كان تقني 100%. فبالتالي هذا الملف الذي ناقشناه في 2015 أخذ سنوات لتجهيزات وترتيبات وإجراءات. لا يمكن لدونالد ترامب أن يأتي وبإمضة واحدة يشطب كل شيء، لذلك كان هناك استياء. موضوع التوترات الاقتصادية، هناك أزمة، والشعب الإيراني طيب. حينما حاولت مير حسين مريم رجوي بالتخريب، المليونية من الناس نزلت إلى الشارع ورفضت هذا الشيء. فبالتالي كان عرض جمهوري بأن ماذا يقوم إيران وماذا يريد من الجمهورية الإسلامية بإرادة شعب. طيب دكتور هشام، بالعودة إليك الآن، دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بأنها ستقف بقوة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها المتبعة مع إيران من خلال فرض العقوبات إثر موضوع إدانة جهاز الاستخبارات الإيراني بقيام بعمليات اغتيال على الأراضي الأوروبية. برأيكم كيف ستتعامل إيران في هذه الجزئية مع دول الاتحاد الأوروبي، وما هي استراتيجيتها المتوقعة دكتور هشام؟
يعني أولا أرد أولا بس يعني تفضل في جزء في نص دقيقة فقط على تفضل الأخ الكريم. بالطبع يعني أنا أؤيده تماما 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 في مسألة أن تنتج إيران وأن تكون هي الدولة، أن تكون دولة كبرى، وأؤيده تماما أن تنتج أسلحة نووية حتى إذا أرادت. كل هذه الأمور وأن تكون إرادة شعب هذا الأمر اتفق معاه فيه تماما، ولا يعني لا لا ليس لدي اي مشكله فيه. ولكن لماذا تستمر ايران في سياستها الخارجيه؟ لماذا تتواجد ايران في دعم الحوثي في اليمن؟ لماذا تتواجد ايران في سوريا؟ لماذا تتواجد ايران في العراق؟ داخل الدوله الايرانيه انتم احرار في نظام حكمكم، انتم احرار في اداره دولتكم، انتم احرار في التعامل مع القوى الخارجيه. يعني إذا كنتم تريدون أن تقفوا أمام القوى العالمية فهذا أمر يخصكم، وأنا شخصيا أؤيده إذا كانت إيران ستنسحب من كافة الملفات التي تتدخل فيها في الدول العربية، وأن تكون دولة ذات سيادة لا تتدخل في شؤون أحد ولا أحد يتدخل في شؤونها. هذا هو الرد الأول. أما الأمر الآخر الذي يخص الاتحاد الأوروبي والاستراتيجية الإيرانية في التعامل معها، أعتقد أن إيران ستلوح بشكل كبير بمسألة الانسحاب من الاتفاق النووي، وستتحدث مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يكون هناك التزام بهذا الاتفاق الموقع في عام 2015. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ خطوة سريعة في الانسحاب من هذا الاتفاق، حتى وإن كانت هناك بعض الدول بدأت أن تسير الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعتقد أن هذه المسايرة ليست مسيرة كاملة. حتى بولندا نفسها التي تستضيف القمة، خرج أحد المسؤولين عن الرئاسة في بولندا وقال أننا نستضيف هذه القمة التي تخص إيران بصفتنا دولة محايدة، ولسنا ضد إيران أو لسنا يعني حلفاء للولايات المتحدة أو لغيرها. إذا الأمر في الاتحاد الأوروبي سيكون مختلف كثيرا عن التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية أو التعامل مع المنطقة العربية بشكل عام. الاتحاد الأوروبي داخليا هو منقسم على نفسه، وهناك يعني شركات متعددة الجنسيات، وهناك أمور كثيرة لن تجعل الملف في يد الاتحاد الأوروبي ملف سهل لاتخاذ عقوبات ضد إيران، كما نرى أن العقوبات التي يتم فرضها من قبل بعض الدول الأوروبية هي دول منفردة وليس الاتحاد الأوروبي بمعناه الكامل. حتى الآن يعني ما تقوله أوروبا هو يعني نقدر نقول على مماينات كده للتعامل مع الجانب الإيراني، وإيران لديها من الدبلوماسية ما يكفي في التعامل مع أوروبا، وهناك مصالح مشتركة كثيرة ما بين الطرفين قد يعني تقف حائلا أمام انصياع أوروبا إلى واشنطن. دكتور هادي، يعني أشار الدكتور هشام إلى موضوع السياسة الخارجية الإيرانية المتبعة في تعاملها مع دول الجوار، وهي من ضمن الأسباب الرئيسية لفرض العقوبات الأمريكية عليها وتسميتها بالاسم بأن كان دور إيران مزعزع في المنطقة بين قوسين. برأيكم في ظل هذه الضغوطات الاقتصادية المتزايدة وموضوع الانسحاب من الاتفاق النووي، هل ستكون هناك سياسة جديدة متبعة من قبل إيران أم ستبقى على نفس المنوال، وإلى أي درجة ستصمد في نهاية المطاف دكتور هادي عيسى؟ أولا ليس هناك أي صيغة لتغيير النمط. فقط اسمح لي أن أرد على الدكتور هشام لموضوع التسليح. ليس هناك أي تسليح نووي، ولسنا جديرين في التخطط بأي برنامج عسكري نووي نهائيا، لأن أهدافنا تفوق السلاح النووي ألا وهو اجتياح الفضاء. عملية خروج الآن نحن نجهز إن شاء الله في المرحلة القادمة لزرع تلسكوب على الجهة الخارجية من القمر، وهذا يحتاج إلى عمل على أعلى مستوى مع روسيا وكوريا وصين في عملية برنامج متكامل، وأنا شخصيا أعمل عليه. الموضوع لا يكون عملية دخول في إجراءات لسلاح نووي سيركب ولن يستخدم. أين تستخدم السلاح النووي؟ المنطق يحكم. وموضوع عملية التدخلات الخارجية للجمهورية الإسلامية، هل يمكن أن يعقل لأحد بأن الجمهورية الإسلامية في وقت الزمان ووقت المشاكل والضغوطات والحصار تأتي الحكومة تجيش بعض الأشخاص لتفجير في هنا وهناك وتخسر جميع الأصوات الأوروبية؟ أنا أريد فقط العاقل أن يحكم. كل ما توصلنا إليه من تقنيات هذا تعكس مدى قوة التقنية الإيرانية الذاتية، فكيف لهذا التقني بهذا الحكم أن يقوم في أعمال تخريب تهدم وتدمر كل شيء
الاوروبيين الذي منذ اول العام وهو يجمع بهم حوله باستثمارات وضمانات. انا اريد العقل فقط يتمكن فيه. موضوع محور المقاومه. عزيزي الكريم، هناك حزب الله، هناك السد الحوثي وانصاره، هناك الحشد الشعبي في العراق، في الجمهوريه الاسلاميه لا يكون هناك تدخل لاحد الا من خلال القنوات الداخليه، بمعنى انصار الله، وان اردت ان تصدقوا صدقوا، يعني هذا الكلام اكيد انا منه. انصار الله حينما بدات حركه انصار الله بالتحرك، الجمهوريه الاسلاميه رفضت مدهم بالسلاح. وماذا كانت القول؟ بانكم انتم عليكم ان تثبتوا انكم جديرين بحكم بلادكم، فعليكم ان تطوروا انفسكم. نحن في الجمهوريه الاسلاميه سندعمكم اقتصاديا، دوليا، مدنيا، وليس عسكريا. وتاكد تمام سيدي الكريم، لو ان السيد الحوثي يتملك سلاح عسكري ايراني باليستي لكانت مجريات المعركه تغيرت 180 درجه، وكانت السعوديه اصبح فيها حدث ولا حرج، لان الجميع يعلم القدرات العسكريه، وسيادتك تكلمت عنها منذ شيء بعمليه التقييم. والان حتى السعودي نفسه ان سقط عليه صاروخ يمني يحمل البصمة الإيرانية، لوجدت محمد بن سلمان توجه للأمم المتحدة يحمل هذا الصاروخ على كتفه ليسجله بأن إيران تضربنا من خلال الحوثي بهذا الصاروخ. ولكن أين هي الإجراءات؟ لم يكن هناك، لأنه يعلم بأن جميع الصواريخ التي سقطت صواريخ تدريب محلي يمني، وبالتالي لا يستطيع تجريبها. في سوريا كانوا مستشارين، ليس في داعي للتدخل الايراني في سوريا، لان الروسي له الحق بكامل المناطق ان يدخل ضمن المدخرات البتروكيماويه التي وقعها مع القياده السوريه بشكل طيب. رسمي. فلماذا دكتور هادي نسج انفسنا في سوريا ونعلق المشكله؟ دكتور هادي ضل معي دقيقتين ونص، بدي اختم فيهم مع الدكتور هشام. دكتور هشام، برايكم في نهايه المطاف هل سيكون هناك طلاق بالاكراه ام خلع بين الاوروبيين والامريكان من جهه مع ايران في موضوع اتفاق النووي المبرم؟ لا أعتقد يعني نهاية المطاف أن أوروبا ستحاول جاهدة الإبقاء على الاتفاق النووي، لن تنسحب من هذا الاتفاق بسهولة، ولكن أعتقد أن على الجانب الآخر يعني ستحاول اتخاذ بعض الإجراءات أو تغيير اللهجة وزيادة حدتها ضد إيران، ويعني الوقوف في موقف لن يكون مرضيا للطرف الإيراني. أعتقد أن إيران هي من ستبادر بالخروج من الاتفاق النووي، نظرا لأنها ستجد أنها لم تعد تستفيد من وجوده، ما هو إلا مجرد يعني ورقة أو يعني مستند موجود ولكن لا ينفذ منه شيء على أرض الواقع. الآن يعني الأمور تزداد اختناقا على الجانب الإيراني من الناحية الاقتصادية بعد العقوبات الأمريكية والتحركات الأمريكية في أوروبا، تؤتي بعضا من الثمار، ليست ثمار كاملة ولكن تؤتي ببعض من الثمار لصالح الاستراتيجية الأمريكية، وهذا ما قد سيدفع إيران إلى الخروج من هذا الاتفاق بشكل كبير خلال الفترة القادمة إذا غيرت أو صعدت أوروبا من لهجتها أكثر من ذلك ضد الجانب الإيراني. ضيفي من القاهرة الدكتور هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد، شكرا جزيلا لك. والشكر لك أيضا ضيفي من بيروت دكتور هادي عيسى دلول، خبير في الشؤون الدولية. والشكر الأعظم لكم مشاهدينا على طيب وحسن وكرم تابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.